للحديث عن الموضوع ينضم إلينا من رام الله الناطق باسم حركة فتح حسين حمايل. أهلا وسهلا بك. إذا يعني تصريحات الحكومة الإسرائيلية الجديدة لا تختلف عن سابقاتها، توجه مماثل يتحدث عن دعم واضح وصريح للاستيطان، وبالتالي كيف ستتعامل فتح مع هذه التصريحات ومع هذه السياسة المماثلة لسياسات سابقة؟ يعني أولا أختي دعينا نؤكد على قضية هامة، بأن بنت هو يعني رئيس الحكومة الجديدة هو رجل متطرف، ولكن طبيعة تشكيل هذه الحكومة ما بين متطرفين ومعتدلين، أيضا وجود دعم لهذه الحكومة من العرب في الجنوب أو يعني الاتجاه أو الإسلامية القائمة الإسلامية في الجنوب إلى آخره داخل دولة الاحتلال. هذا الموضوع بالنسبة لنا كحركة فتح، نحن لا نراهر كثيرا على من يرأس حكومة الاحتلال، لأنه في النهاية واضح أنه يوجد نهج استيطاني، نهج متطرف، نهج له علاقة في تدمير كل أحلام الشعب الفلسطيني. بالنسبة لنا نحن سنستمر في مقاومتنا الشعبية لهذا الاحتلال، ونؤكد بأننا لن نقبل للحظة من اللحظات أن يكون هناك تكريسا للاحتلال من خلال ما ستقوم به حكومة الاحتلال الجديدة التي يرأسها بالتالي بنت، الذي من أول تصريحاته قال بأنه يدعم موضوع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وهذا مؤشر خطير جدا بأن هذه الحكومة رغم هشاشتها وضعفها لن تستطيع ولن تقوم بأي عمل له مبادرة في بما يخص حقوق الشعب الفلسطيني، لأنه احنا متأكدين تماما أن هذا الاحتلال فقد كل معاني الإنسانية من خلال الحكومة السابقة التي كان على رأسها نتنياهو، وكذلك بنت لن يكون أحسن طيب. حالا في هذا الجانب. وبالتالي يعني في ظل وفي ضوء ما تحدثت به، هناك أيضا مساعي إسرائيلية مستمرة لتهويد الهوية، ويعني على رأسها مسيرة الأعلام المدعو لها غدا، كيف ستتعاملون مع هذا الموضوع؟ يعني بالنسبة لنا نحن كحركة فتح، اليوم صدر بيان عن اللجنة المركزية للحركة ندعو كل أبناء شعبنا ودعينا كل أبناء شعبنا إلى ضرورة النفير يوم غدا والتصدي إلى هذه المسيرة، لأنه في النهاية هذه المسيرة هي تكريس لنهج الاحتلال الإسرائيلي، وتكريس في فكر قيادة دولة الاحتلال لما يخص تهويد القدس. هلا واضح أنه إسرائيل لم تتعلم ولن تريد أن تتعلم من قضية هامة، وهي أن المسجد الأقصى هو خط أحمر لن نسمح بالمساس فيه كما باقي أراضينا الفلسطينية، ولكن القدس بما فيها من مقدسات إسلامية ومسيحية هي دائما كانت أساس انطلاق أي موضوع له علاقة بانتفاضة أو بهبة شعبية في وجه دولة الاحتلال. نحن نطالب المجتمع الدولي اليوم ونطالب أخواننا العرب والمسلمين وكل الأحرار في هذا العالم بضرورة التحرك للجم الحكومة الإسرائيلية ولجم المستوطنين الذين لم يجلبوا للمنطقة ولن يجلبوا للمنطقة ولا للإقليم إلا مزيدا من الدمار ومزيدا من الويلات التي يسعون من خلالها إلى إشعال حرب كيمياء. فالمسؤولية هي ليست فقط في هذا الجانب، مع أننا يعني كفلسطينيين نتشرف بأننا رأس الحربة في الدفاع عن مقدساتنا، ولكن أعتقد هناك مسؤولية عربية ومسؤولية دولية ومسؤولية لكل منظمات المجتمع الدولي بضرورة التحرك. وأنا بحكي لك الأيام القادمة في حال كانت هذه المسيرة هي ستبشر إلى إعادة التصعيد الذي تسعى إسرائيل من خلال إجرامها وقتلها للشعب الفلسطيني. طبعا أزعجها كثيرا صمود الشعب الفلسطيني في العدوان الأخير ضد إسرائيل واللحمة الميدانية للشعب الفلسطيني. نعم. الفلسطيني في هذا الأمر، فنحن سنستمر قدما في موضوع مقاومة هذا الاحتلال إلى حين إحقاق حقنا وإقامة دولتنا في فلسطين. طيب. وبالتالي يعني في ظل هذا الصمود، إلى أين وصلت اليوم مساعي التوصل إلى اتفاق بين الفصائل الفلسطينية وبينكم؟ يعني أتحدث اليوم عن الوحدة الوطنية، وأعتقد أنه اليوم أنتم بأمس الحاجة إليها. يعني بالنسبة لنا كحركة فتح، هذا النهج بالنسبة لنا واضح وعقيدة سياسية راسخة، وطالبنا أخواننا في حركة حماس وكل الفصائل الفلسطينية بضرورة أن تنعكس الوحدة الميدانية التي التحم فيها الشعب الفلسطيني من خلال الويلات والدمار والقتل الذي قامت به دولة الاحتلال ضدنا في الضفة وغزة والقدس.
ويجب أن يرسخ هذا الأمر في رواية دبلوماسية وعالمية واحدة، وأن لا نتكلم تحت أي ظرف من الظروف بلغة الجغرافيا أو بلغة الأجندات الحزبية. الآن المطلوب من كل فلسطيني أن يرتقي إلى مراحل متقدمة في الوحدة، لأنه في النهاية الشعب الفلسطيني يأمل منا كثيرا كفصائل فلسطينية أن ننهي ملف الانقسام وأن ننطلق موحدين، وأن يكون هناك اشتراطات لها علاقة بالقضية الوطنية بشكل عام، وهنا أتكلم لحركة حماس بالذات، يعني دون الارتكان إلى المصالح الحزبية التي طالما مل منها الشعب الفلسطيني، وأن يكون همنا الوطني هو سيد الموقف. هناك حوار في ما يقوده أخواننا المصريين ويحاول التقريب بين وجهات النظر، ولكن للأسف الشديد أنه لدى البعض بعض الأجندات الحزبية التي تطغى على المصلحة الوطنية، وهذا أمر أعتقد بأن الشعب الفلسطيني لن يطول انتظاره وصبره على هذه القضية. نعم، شكرا لك حسين حمايل الناطق باسم حركة فتح من رام الله.